مساء الخير شقام. نحن هلأ بساحة المرجي بعد ما قناة العربية الساعة 2 بالليل زاعت خبر انه ساحة المرجي فيها اشتباكات عنيفة وقصف ومية قصة نشرت الساعة 2. وللتأكيد نحن هلأ صرنا ب 16/7 يوم التنين، كان في لقاء على الخنزيرة مع ساريا السواس، عفوا ساريا الرفاعي، ونزلنا فيديو طريق المطار وفيديو طريق المزة والتسلات شقام، الصفحة الكبرى للرئيس بشار الأسد. نتمنى منكم دعم صفحة شقام، تقديم الدعم لها حتى تقدر تستمر وتغطي أكثر وأكثر. هي ساحة المرجع اشتباكات.